بطبيعة الحال هو لو بلان داكسيون سي ان بلان داكسيون ديال وزارة الصحة هي اللي دايرة لو بلان داكسيون ديال البلان داكسيون يعني باش نتفاداو الإصابات بهذا الفيروس يعني اللي هو صعيب واللي هو قتال. فمن حسن الحظ أنه السفر ديالنا غادي يكون سفر يعني بارتيكولي، يعني غادي غنمشيو في طائرة خاصة وغادي يمشي غير اللاعبين بطبيعة الحال والطاقم التقني والطاقم الطبي، بالإضافة إلى المهنيين الآخرين يعني لي كويزينيي، لا سيكوريتي، لي جون دو لا سيكوريتي ايتترا. يعني العدد ما غاديش يكون كتير بزاف، وكنتمناو ان شاء الله بطبيعه الحال باش ما يكونش هذا المشكل هذا عندنا في السفر ديالنا، ونتفاداو خلال في المطار، خصوصا في المطار نتفاداو يكون الجروب ديال الفريق البيضاوي يكون جروب يعني معزول على اللي سميتو على المسافرين الاجانب، المسافرين عامه، ويكون لهم مكان خاص باش يتجهوا ديريكتومون للطائره، يركبوا في الطائره وان شاء الله يشدوا الطريق الى لو مونباشي. كاين جوج ديال القناع، كاين قناع يعني اللي هو كيقدر يمنع الفيروس باش ما يتسربش المسالك الهوائيه ديال الانسان. فهو سي ان ماسك، سكون ابل لو ماسك دوبل سي. الوغ هذاك لو ماسك دوبل سي ما كيخليش الميكروب يدخل لسميتو، ولكن كيخلي التنفس، يعني يمكن لك تنفس تخرج يعني التنفس، ولكن الحاجه من برا ما كيخليهاش تدخل من برا، الميكروب خصوصا الميكروبات يعني الفيروسات الى اخره. وكاين اللي كتشوفوا غالبا اللي كنشوفوها احنا في الصحراء يعني في وسائل التواصل وفي الاذاعات وداك الشيء اللي كنشوفوه في المطارات وداك الشيء، هذوك سي دي ماسك كي نو بروتيج با، اي نو بروتيج ريان دي تو. يعني الميكروب يقدر يتسرب المسالك الهوائيه ديال المسافر بطريقه يعني بسيطه، يعني بطريقه بسيطه. بطبيعه الحال يعني فريق الرجاء البيضاوي فهو خدا الاقنعه وخدا المسائل، والمسائل حتى المسائل ديال لانه كنهضروش على غير على الماسك كي بروتيج، مي ميم لي برودوي لي زونتيسيبتيك، يعني باش يغسلوا اللاعبين، باش ينطفوا يديهم اللاعبين، باش كذلك اللاعبين معلومين، وحتى الطاقم اللي غادي يرافقهم حتى هو معلوم بانه يعني يفو ايفيتي لي دو يعني يعني السلام بزاف، يعني لي كونتاكت بزاف ايتترا. يفو ريستي ايزولي، يفو بروندر لي يفو بروندر يعني لي بزاف ديال لي بريكوسيون بور ايفيتي هاد المشكل هذا. فهوروزمون اخر الاخبار اللي كتجينا من لو مونباشي احنا كنتبعوا يعني يعني بصفه يعني منتظمه الاخبار بانه الميكروب ما كاينش في ديك المنطقه، يعني منطقه حاره، ولكن النوع ديال الميكروب ديال الكورونا ما كيبغيش المناطق الحاره، كيبغي المناطق اللي هي اوميد. في المناطق الحاره كيموت، يعني كيموت دغيا، ما كيعيشش بزاف يعني. وكنتمنوا ان شاء الله نمشيو سالمين ورجعوا سالمين ان شاء الله، ورجعوا بشي نتيجه ايجابيه ان شاء الله.